الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم نلاحظ انه حينما يتعرض لكلمه السماء تكون اعلى الارض منخفضه حينما تكون الايه فيها الله ورسوله نجد ان الله اعلى الرسول منخفضه هذا هو ما يسمى التصوير النغمي صاحب الصوت العميق الجهولي واضح ان هذا القارئ كان يقرا كثيرا بلا مكبر صوت يسمع القريب والبعيد مثله معروف ان الصوت كالهرم كلما يحد القارئ او يصعد بطبقات صوته الصوت يرفع يرفع ولكن هذا اسميه صوت البرج وكانه قاعدته مثل عاليه يبدا بصوت عميق يستعرض في القرار كيفما شاء يذهب الى منطقه الوسط يصعد الى الجواب وهنا بدات التلاوه في مرحله المنعطف التاريخي الذي سجله باسمه الحجاز لم يستخدم الشهناز الذي يتداولهم القراء هكذا الحمد لله رب العالمين ولا يستخدم الحجاز الاصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بل يذهب الى مقام مخير جدا اسمه الحجاز كار إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة اشتهر بها فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشاشعي العجيب في هذا الصوت مع كل العبقرية أو العملاقة التي تحتوي في هذا الصوت نلاحظ أنه في قمة الإحساس يشارك أنه يلمس قلبك وكأنه إمام على منبر لا يعتمد على الجمل النغمية الكثيرة في القفلات ولكن دائما كان يستخدم الجمل استريس السادة الرحيم الشيخ عبد الفتاح الشاشعي حقا عملاق